تحت شعار الأنبار من الدمار إلى الإعمار، احتفلت المحافظة بحضور الرسم أمني وشعبي في ملعب الرمادي بمناسبة مرور أكثر من 6 أعوام على تحرير المحافظة من دنس تنظيم داعش الإرهابي. مثل هذه المهرجانات هي تجسد روح التذكرة أو التذكير بأخوان وأبنائنا المقاتلين الأبطال الذين رووا دماءهم العطرة من أجل هذه المحافظة ومن أجل عودة أبناء المحافظة إلى استقرارها وإلى عهدها المنشود. نقف لهم كل الاحترام والتقدير والدعاء أن يدخل الله سبحانه وتعالى يدخل جنات النعيم. ثم هذه المناسبات هي تذكير بمآسي التي مرت على محافظة الأنبار ومسك الأرض الآن وعدم إعطاء مجال أو فرصة للغرباء في دخول محافظة الأنبار. تحت شعار من الدمار الإعماري قيم مكتب سيد محافظ الأنبار مهرجانه المركزي بمناسبة تحرير مدينة الرمادي، تحت أجواء يسودها الاحتفال والأمن والأمان. احتفل اليوم أبناء مدينة الرمادي بمرور أعوام على تحريرها وانتقالها من الدمار إلى الإعمار. نشكر جميع المسؤولين في محافظة الأنبار وعلى رأسهم السيد رئيس البرلمان. ولم يخلو الاحتفال من حضور شخصيات فنية بارزة كان أبرزها الفنان حاتم العراقي، فيما شهد استعراضا عسكريا للقطاعات الأمنية في الأنبار وعرضا جويا بالطائرات المروحية التابعة للجيش العراقي، واستعراضا للجهود الخدمية التي غيرت ملامح الحرب بحملاتها العمرانية. إعمار مدينة الرمادي هي 10 مراحل، الآن وصلنا للمرحلة الخامسة لنصل إلى مدينة متكاملة نموذجية يتوفر بها كل النشاطات اللي تحتاجها كل عائلة. حقيقة الجهد تكاملي والعمل بروح الفريق الواحد برئاسة السيد رئيس مجلس النواب. نجحت الأنبار في العديد من المحافل الوطنية وكرست جهودها الخدمية والعمرانية التي تميزت عن باقي المحافظات العراقية، إضافة إلى مستوى الأمن الملحوظ والذي أتى بفضل التضحيات والدماء وتكاتف أبناء المحافظة الطامحين للحياة والاستقرار وصناعة الأمل. من الأنبار معاذ الدليمي، ون نيوز